بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب 60 سنجعله إن شاء الله مع الباب 65 للتلازم أو التقارب الذي بينهما، وهذا هو الباب 61، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، والمقصود بهذا التبويب التحذير من كثرة الحلف والنهي عن ذلك. التحذير من كثرة الحلف والنهي عن ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يكون حلافا، بل لا يحلف إلا عند الضروريات أو عندما يطلب منه الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، هذا أمر بحفظ الأيمان. والأيمان جمع يمين، واليمين كالقسم والحلف. والمقصود بحفظ الأيمان ألا نحلف أصلا، فالذي لا يحلف أصلا فإن أيمانه تكون قليلة، فهذا من باب حفظ اليمين. وقد يكون المقصود بقوله واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فحنثتم فعليكم بالكفارة، إذا حلفتم فحنثتم فعليكم بالكفارة. والحنث هو عدم الإيفاء باليمين، أو عدم الإبرار باليمين، هذا هو الحنث. والأصل أن الإنسان إذا لم يوف بيمينه أثم، إذا لم يوف بيمينه أثم، ولهذا كانت الكفارة. فالكفارة للحنث رفع للإثم، الكفارة للحنث رفع للإثم، ولهذا أتى الحنث في القرآن بمعنى الذنب، وهذا في قول الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال أهل العلم: الحنث هو الشرك، فالحنث العظيم هو الشرك، وهذا حال الكفار أنهم كانوا يصرون على الشرك. فسمى ربنا عز وجل الشرك ماذا؟ حنثا عظيما. إذن هناك حنث عظيم وهناك حنث ليس بعظيم. فالذي يقسم بالله عز وجل يلزمه أن يبر بيمينه، إلا إذا كان هذا اليمين فيه قطيعة رحم أو فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فيلزمه آنذاك ألا يوفي بيمينه، يبقى يحنث. وكفارة الحنث معلومة: أن يطعم 10 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام متفرقات أو متتاليات. المعنى الثالث في قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، إذا حلفتم فلا تحنثوا. يبقى الأولانية لا تحلفوا أصلا، ده المعنى الأول، لا تحلفوا أصلا، لأنه إذا كان من عادتي عدم الحلف كان حلفه ماذا؟ قليلا. إذن هذا حفظ اليمين. المعنى الثاني: إذا حنثتم في أيمانكم لم توفوا بها فكفروا عن هذا الأمر، فكفروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على أمر فوجد غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حلف بالله أن يقطع رحمه، أو حلف بالله على زوجتي ألا تزور أمها أو تزور أباها، هذا الحلف حلف على معصية،
ماذا يصنع؟ عليه أن يقطع هذا اليمين ثم يكفر عن هذا اليمين. المعنى الثالث: إذا حلفتم فلا تحنثوا. يبقى الأصل الواحد ما يحلفش. اثنين: إذا حلف لا يحنث، ما يرجعش في اليمين بتاعه. الحاجة الثالثة: إذا حلف ووجد غير الحلف خيرا يحنث ويكفر. هذا كله معاني في قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذا كله رعاية لحال المكلفين واهتماما بأحوالهم وشؤونهم. فلله در هذه الشريعة العصماء التي حافظت على الناس أحوالهم وحياتهم حتى يمينهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه هذا الحديث في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. منفقة من الفعل أنفق، فأنفق المال أي أتلفه، أنفق المال أي أتلفه، وأنفقه أي أفناه، أنفقه أي أفناه. ويصح أن تكون منفقة وصف من الفعل أنفق، أو الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، اسم فاعل من أنفق واسم فاعل من أمحق. ممحقة للكسب أمحق الشيء إذا هلك أو إذا أهلك، وأمحق الشيء إذا هلك. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، أي متلف للسلعة. الحلف متلف للسلعة، ممحقة للكسب أي مهلك للكسب. ما قصة ذلك الأمر؟ قصة ذلك الأمر أن التاجر يظن أن رواج سلعته وأن التكسب ليس بيد الله، وإنما بكسبه وكده وشطارته. ومن جملة الشطارة عند التجار كثرة الحلف. الطماطم دي بكام؟ والله أنا جايب الطماطم واقفة عليا بخمسة جنيه، ولكن أبيعها بالخسارة خمسة جنيه إلا ربع، ويلا ربع جنيه ما حصلش حتى تمن شيل الإقفاص وحط الشويلة من السوق لغاية هنا. والله مش والله. وانت واقف تسمع يحلف كم يمين؟ 15-20 يمين في هذا الأمر، يظن أنه بهذه الأيمان ستروج سلعته وسيكثر ماله. إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن ربنا عز وجل يكله إلى نفسه. وما من أحد أوكله الله تعالى إلى نفسه إلا أذهب الله تعالى عنه مدده وعونه وبركته. إيه ما فيش بركة؟ طب ما فيش بركة إيه اللي يحصل؟ خلاص هذه السلعة يحصل لها إنفاق، تتلف وتفنى. طب وهذا المال يهلك. ليست هناك بركة في السلع، وليس هناك بركة في الرزق الذي يرزق. يبقى راجل تاجر وكسيب بيكسب كل يوم 1000 جنيه، ويدوبك آخر النهار الأموال كلها تذهب هباء منثور، لأن المال ذهبت بركته. وهذا هو وعيد النبي صلى الله عليه وسلم للحلاف، للحلاف. توعد الحلاف الذي انقطع عن الله وظن أن رزقه ورواج سلعته بكده وتعبه
وحلفه فأوكله الله تعالى إلى نفسه. فكانت النتيجة أن ما عنده من سلع منفقة وما لديه من أموال هذا كله ممحوق والعياذ بالله. والمقصود بالحلف هنا هو الحلف الكاذب، الحلف الكاذب ليس مطلق الحلف. هناك بعض الناس بالفعل يبقى كيلو طماطم مثلا بأربعة جنيه ونص، لا سيما مع النساء، يقول لها كيلو طماطم بأربعة ونص، تقول له لا ده كيلو طماطم بجنيه، ألا يا ستي الله يصلح حالك ده كيلو الطماطم واقف عليا بثلاثة جنيه وخمسة وسبعين قرش، بس أنا هبيعه بأربعة جنيه ونص أكسب فيه. تقول له لا هو الكيلو بجنيه، تأنا جايبها من الراجل جنبك امبارح كيلو بجنيه، وهي تكذب عليه. ممكن من شدة انفعال الرجل يحلف بالله ان الكيلو بالشيء الفلاني، ويكون الحلف انذاك ماذا؟ صادقا. ليس هناك بأس في هذا الحلف. وهناك دليل ان المقصود بالحلف هنا هو الحلف الكاذب، سيأتي الدليل بعد الأذان. ومما يدل على ان المقصود بالحلف هنا هو الحلف الكاذب ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والحالف على كذب، والحالف على كذب، أي الحلف الكذب. والحلف الكذب هذا مفسر في الحديث الموجود في متن الكتاب والحديث عند الطبراني وهو حديث سلمان الآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، ثلاثة، يبقى ثلاثة نفر، ثلاث أنواع من الخلق، ثلاث أنواع من الخلق. والخطاب هنا يندرج الإناث فيه. لا يكلمهم الله، هذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه، فالله تعالى يكلم خلقه حقيقة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النداء والكلام والحديث والخطاب هذا كله ثابت لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يكلم الناس. فمن جملة المواطن التي يتكلم فيها ربنا عز وجل يوم القيامة، لكن كلام الله تعالى مع خلقه دلالة على الخير والبركة ودلالة على المجاوزة حتى ولو بعد المعاقبة. وبالتالي الذين لا يكلمهم الله هذا في سياق التهديد، لأن الذي لا يكلمهم الله هذا دلالة على ماذا؟ على العقاب، دلالة على العقاب. يبقى الثلاثة دول عملوا ذنوب، أتوا بذنوب،
وهذه الذنوب استحقوا بها هذا العقاب، أن الله تعالى لا يكلمهم. طيب، ولا يزكيهم. لماذا؟ الذنب ذنبان، ذنب غير متعد وذنب متعد. أشد الذنوب عند الله عز وجل الذنوب التي تتعدى إلى الخلق، الذنوب التي تتعدى إلى الخلق، ده الذنوب خطيرة. طيب، ننظر إلى الأنواع الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيمط زان. أشيمط زان، الأشيمط تصغير الشمط، والشمط من اختلط بياض شعره بسواده، مش اختلط سواد شعره ببياضه، لا، اختلط بياض شعره بسواده، يعني شيبة، رجل شايب، فالشيب عنده أكثر، فاختلط الشيب بالسواد، فهذا أشمط وهذا شمط. وفي الحديث، يعني في حديث عند البخاري، في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه: وليس أحد من أصحابه شمط غير أبي بكر، وليس أحد من أصحابه شمط غير أبي بكر. يعني أبو بكر كان أكثر واحد من الصحابة في شعره ماذا؟ في شعره شيب. طب الرجل الذي غلب بياض شعره سواده، الرجل ده المفترض أن تنقمع شهوته، أن تنقمع شهوته، بخلاف الشاب الصغير شهوته قائمة وداعي المعصية موجود، وداعي المعصية موجود. ولذلك كانت العقوبة تفرق بين المحصن وبين إيه؟ البكر. الشاب الذي لم يتزوج داعي الشهوة موجود، ورجل لم يجرب وإلى غير ذلك، فلو عمل الخطأ الشريعة تراعي حاله، يبقى كفاية عليه 100 جلدة ونغربه سنة. طب الرجل الذي جرب وتزوج ومارس وما إلى ذلك، لو لعب بديله نعمل فيه إيه بقى؟ لابد تكون العقوبة إيه؟ شديدة، تكون العقوبة أشد من الأول. يبقى الذي هيجه إلى فعل المعصية ليس داعي الشهوة بس، أمال هو إيه؟ حب المعصية، حب المعصية. إذن الشاب ربما تهيجه الشهوة، تهيجه الشهوة فيقع في المعصية، لكن الشاب الشيبة رجل كبير إذا وقع في الذنب، المسألة هو مش مجرد شهوة فقط، المسألة هنا ماذا؟ المسألة هنا معصية. فقلة خوفه من الله وقلة حبه لتعظيم ربه سبحانه وتعالى أوقعه ذلك في ماذا؟ في ذلك الذنب، فناسب أن يكون جزاؤه أعظم من جزاء غيره، فقال: ولا يزكيهم. دائما الجزاء من جنس العمل، وفي النهاية ولهم عذاب أليم. أشيمط زان، خلاص عرفناه. وعائل مستكبر، عائل من الفعل عال يعيل، بمعنى افتقر، بمعنى افتقر. ويجوز أن يكون عال يعول، بمعنى كثر عياله، ومن كثر عياله كثرت حاجته، يبقى الاثنين فيهم تلازم. يبقى الجذر اليائي في معنى الفقر، والجذر الواوي فيه معنى انه هو عنده عيال كتيرة ويقوم على نفقتهم، مما يستدعي ماذا؟ المساعدة في النفقة. طب لما يكون إنسان محتاج المساعدة، يبقى إنسان متواضع ولا متكبر؟ متواضع. زي بالضبط رجل الشحات يقول لك: حسن لسيدك. الله، حسن لسيدك؟ طب طالما أنت سيدي بتاخد مني ليه؟ يقول الكلام ده كان أيام الدولة العثمانية، فكان بعض العثمانيين إذا افتقروا في البلاد يقولوا الناس: حسن لسيدك. طب ما أنت يعني بتشحت وتقول سيدك، هذا بالفعل صورة عملية لمن؟
للعائل المستكبر. فهو ناسب لذلك العائل أن يكون متواضعا، أن يكون ساكنا، لأنه مسكين، فحاله لابد أن يكون فيه السكون والمسكنة، ليس فيه العلو والفخر. طب لو في علو وفخر، إذا تجاوز حده وظلم غيره، فناسب ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يزكيه. ورجل الصنف الثالث جعل الله بضاعته. إزاي جعل الله بضاعته؟ كيف ذلك الأمر؟ الجملة الآتية تفسيرية: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. المقصود باليمين هنا اللي هو الإيه؟ الحلف. الحلف. هذا الحديث رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. ومعنى هذا الحديث موجود في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيح عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. وفي الصحيح في البخاري وفي مسلم، في الصحيح في البخاري وفي مسلم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي. خير لفظ التفضيل، ولكنه لا يأتي على وزن أفعل، زي شر، لا يأتي على وزن أفعل. لا تقل فلان أخير من فلان، ولا فلان أشر من فلان، ولكن أعظم خيرا أو أشد شرا. ويمكن في الشر أن يأتي على أفعل ولكنه قليل، لكن خير قولا واحدا لا تأتي على أفعل. خير أمتي، والأمة هنا هي أمة الإجابة، أمة الإجابة. فالأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هو كل مكلف على وجه الأرض، كل مكلف على وجه الأرض بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي، نصراني، بوذي، ملحد، هؤلاء جميعا أمة ماذا؟ أمة دعوة، يعني ينبغي أن ندعوهم إلى الله سبحانه. اللي يستجيب ويدخل الإسلام ويلتزم بشرائع الدين يبقى ده أمة إيه؟ أمة ماذا؟ استجابة، أمة استجابة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستجيبون أمره، اللهم آمين. ثم قال: قرني. قرني، المقصود بالقرن إما المئة سنة، وإما المقصود بالقرن هنا الجيل من الناس، الجيل من الناس. يبقى قرني، يبقى الصحابة قرن، والتابعون قرن، وتابعوا التابعين قرن، وتابعوهم قرن. إذن هذه قرون، يعني إيه؟ يعني أجيال. يبقى إذن القرون دي كلها خلال 200 سنة انتهت، إذا قلنا باعتبار ماذا؟ الأجيال. طيب لو قلنا باعتبار 100 سنة يبقى القرن 100 سنة، والسنين هنا سنين إيه؟ هجرية ليست ميلادية. والقرن الهجري بيزيد عن القرن الميلادي بسنين قلائل. خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، أي يأتون بعدهم،
ثم الذين يلونهم أي يأتون بعدهم. قال عمران: فلا أدري. إذن الشك هنا منين؟ من الصحابي. أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني إيه خير أمتي قرني خلاص، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، دي مرتين. ولو قال ثم الذين يلونهم يبقى دي التالتة. ثم إيه اللي يحصل؟ ثم هنا على التراخي، يعني بعد انقضاء هذه الأجيال الفاضلة الماتعة النورانية التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى قياما بالدين وقياما للدين، ثم إن بعدكم أي بعد قرونكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. واضح هذا المعنى، هذا دلالة على استخفافهم بالأمر، يعني استخفافهم بالأمر أي أمر الشهادة. فالشهادة إنباء عن علم يقيني إن في حاجة أنت تتيقن منها فأنت تخبر عنها، دي هي الشهادة. قال الله: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فسيأتي قوم، يأتي أناس يشهدون من غير علم، يشهدون من غير علم، وهذا كثير ما يحدث في المحاكم. ممكن يأتي ناس شهود إثبات والقضية جاهزة وكل حاجة متوضبة تمام، والرجل يلبس القضية المحترمة والشهود يشهدون، ثم بعد ذلك لا يلتفت إليه. وكما يقولون كم في السجن من مظاليم، لا سيما في هذه الأزمان مظاليم كثيرة جدا. ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة، الخيانة خلق قبيح، ولا يمكن للمؤمن أن يكون خائنا، لا يمكن للمؤمن أن يكون خائنا، لأن الخيانة هي ضد الأمانة، والأمانة هي الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إسلام لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ترفع من قلوب الناس، ترفع من قلوب الناس، فلا يبقى إلا أثرها في حديث حذيفة، والحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. يبقى الأمانة لا تبقى إلا أثرها، ثم يأتي بعد ذلك أزمان ترتفع فيها هذه الأثار فلا تبقى للأمانة أي أثار. وبالتالي قال: يخونون ولا يؤتمنون. يا سلام، دائما عندما أنظر إلى دنيا الناس أتذكر قراءات القديمة عن حال الناس قبل الإسلام. كنت معنيا بقراءة أحوال العرب بالتفصيل قبل الإسلام، وكان يروعني ويأخذ بقلبي الأخلاق البدوية الجاهلية قبل الإسلام. ومن الأخلاق التي أسرت الإنسان أسرا خلق الأمانة. ما سبب معركة ذي قار بين بكر وبين الفرس؟ العرب دائما يخافون من الفرس والروم، والفرس جعلوا إمارة تدين لهم بالولاء، هي إمارة الحيرة، وكل العرب في هذه المنطقة شمال شرق وشرق الجزيرة كلهم يدينون بالطاعة لمن؟ للدولة الفارسية. من هذه القبائل في هذه المنطقة قبيلة بكر. قبيلة بكر بينهم وبين أمير الحيرة، يعني النعمان بن المنذر، محبة وقرابة، لأن أصولهم من اليمن فهم أولاد عمومة. والمنذر النعمان بن المنذر كان عاملا لكسرى على الحيرة. كسرى زعل منه، تغير منه،
وبعدين أراد أن يعاقبه، فقال له تعال لي، تعال لي إلى المدائن، تعال عشان نتكلم شوية ونتحاسب. فالرجل ظن الشر فأودع حواصله ونساءه وغلمانه وأمواله عند بكر، قبيلة بكر، وذهب كده إيه يعني إيه منفض، ذهب متجردا ها إلى كسرى. المهم كسرى مسه بعذاب، عذبه، وطبعا العذاب ده بقى حدث ولا حرج، إلى أن دل على حواصله، قال له فلوسي وأموالي ونسائي وغلماني وأولادي وكله عند بني بكر. فكسرى بعت له قال لهم أعطوا ما عندكم من مال النعمان، قالوا لا نعطيك شيئا. قال إذن أجرد لكم جيشا يؤدبكم. فكانت معركة ذي قار أول معركة بين العرب وبين الفرس، بسبب إيه؟ بسبب أموال، وديعة، أمانة، أمانة. قامت حرب وقتل فيها بشر، وسفكت فيها دماء، وأصيب فيها من أصيب، من أجل ماذا؟ المحافظة على الأمانة. وكانت النتيجة المدهشة العجيبة جدا 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 إن من الذي انتصر؟ العرب. ودي الأول مرة في التاريخ إن العرب الأجلاف الذين لا يفقهون شيئا في القتال، حياتهم كلها كر الفر، لا عارفين بقى أساليب استراتيجية عسكرية ولا خطط وما إلى ذلك، ينتصرهم على الاتحاد السوفيتي في ذلك العصر، ثاني أكبر قوة عسكرية عالمية في ذلك الوقت، العرب ينتصر عليهم. وكأن في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الناس لو استمسكوا بما يحبه الله تعالى ينصرهم. فإذا كانوا أهل جاهلية وكفر لما استمسكوا بخلق النبيل نصرهم الله، فما بالكم بأهل الإسلام لو استمسكوا بالإسلام؟ سبحان الله، أمر مختلف تماما. الأمانة، الأمانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. صحيح بعض أهل العلم قالوا لو واحد ظلمك وأكل حقك تستطيع تحتال عليه وتاخد حقك منه، خلاص اعمل الكلام ده. افترضنا مثلا واحد أخد منك، ضحك عليك وأخد منك 500 جنيه وانت بتصلح كمبيوترات، جاب لك الكمبيوتر بتاعه وقال لك صلحه، ممكن تقوم واخده تبيعه يبقى كده ايه دفدي. بعض الناس اجادوا هذا الامر، لكن انا اميل الى ان هذا لا يجوز، ما ينفعش، هذا مخالف للخلق النبيل، للخلق النبيل. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك قط، لانه قال ادي الامانة ايه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى لو خانك ما تخنوش، حتى لو خانك لا تخنه، لو غدر بك لا تغدر به، وإنما أنبذ إليه على سواء، أنبذ إليه على سواء. وهذا لا ينافي بأن الحرب خدعة أو خدعة، كلاهما صواب. فهذا باب غير الباب الذي نتكلم فيه. ثم وينذرون ولا يوفون النذر، النذر إما نذر في طاعة وإما نذر في معصية. فالمقصود بالنذر الذي لم يوف هنا هو نذر ماذا؟ الطاعة، ونذر الطاعة. ونذر الطاعة قسمان، نذر الاشتراط ونذر التبرر. نذر الطاعة قسمان، نذر الاشتراط ونذر التبرر. نذر الاشتراط أي ترتيب الطاعة على أمر أنت تريده، تقول لو ربنا نجح ابني هذبح لك البط مثلا، يبقى إذن ذبح البطة ديت متعلق بماذا؟ بنجاح الواد. طب الواد دبلر سقط اشتل مواد هتذبح؟ ما انتش ذابح.
دي بيسموا نذر ايه؟ اشتراط. وذهب بعض اهل العلم الى كراهة هذا النذر، وان الله عز وجل يكره هذا النذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانما يستخرج به من مال البخيل. النذر الثاني بقى في الطاعة، وهو هذا هو النذر الفاضل الذي يقوم به أهل الخير والبر، ونذر ماذا؟ التبرر. يقول: لله علي أن أصوم في كل شهر يوما في مقابل إيه؟ ليس هناك مقابل. يبقى ده بيعملوا إيه؟ تبرر، أي طلبا للبر، طلبا للزكاة. فسواء كان النذر للاشتراط أو كان للتبرر، فإن الوفاء به إيه؟ واجب، وهو قول الله عز وجل: يوفون بالنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقوله: ولا يوفون، ولا يوفون، هذا لفظ مسلم، ولا يوفون هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري ولا يفون، لفظ البخاري ولا يفون، والمعنى واحد. ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، وذلك لطلبهم للدنيا ورغبتهم فيها وارتكانهم إليها وركونهم إليها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل بكل عمل يقربهم إلى الله عز وجل. بسبب هذا جميعا يظهر فيهم ماذا؟ السمن. وهذا الأمر وجد، فإن أنس رضي الله تعالى عنه قال، والحديث عندكم في الشرح: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح. قال الشيخ: وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وفيه في البخاري وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس. إذن عندنا لفظين: خير الناس وخير أمتي، كلاهما لفظان. قرني، ثم الذين يلونهم، أدي واحد، ثم الذين يلونهم اثنان، ثم الذين يلونهم ثلاثة. يبقى هذا بالتثليث من غير إيه؟ من غير شك، بالتثليث من غير شك. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، هذا دلالة على رقة الديانة، على رقة الديانة وعدم حرمة اليمين، ويمينه شهادته. الحقيقة إن قول إبراهيم، قول إبراهيم مدرج في الحديث، يعني قول إبراهيم ليس قولا مستقلا، ولكنه من تتمة الإيه؟ الخبر. يعني لو رجعنا إلى البخاري أو إلى مسلم سنجد بعد: ويمينه شهادته وقال إبراهيم على طول. فالأولى إن الذي رتب المتن ألا يجعل له رقما، ألا يجعل له رقما. وإبراهيم هو النخعي إمام العراق. وهذا الحديث رواه عن عبيدة
وعبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد مشترك في البخاري وفي مسلم. يبقى البخاري ومسلم كلاهما رواياه عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا اللفظ المذكور في الكتاب هو لفظ البخاري، لفظ البخاري. وأما لفظ مسلم كانوا ينهوننا، اكتبوا هذا اللفظ في مسلم، وكانوا ينهوننا، ده كلام إبراهيم النخعي، كانوا ينهوننا أي كان التابعيون ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادة. كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادة. هذه الجملة تدل على دقة علم التابعين واهتمام السلف بتربية أولادهم. لكن في الإسلام لا بأس شريطة أن يكون هذا الضرب مما يحتمل، يعني لا تكسر له سنا ولا تكسر له عظما ولا تقطع له عضوا. ما تقولش أنا أدبه أقطع صبره، أو إن أنا أقطع ودنه، أو إن أنا أجيب حديد محمى وأقوم خارم إيده ورجله. لا، يبقى الضرب مما يحتمل، وكل واحد على حسب حاله. في واحد نبيل تضربه بالسواك يستقيم، وفي واحد جدته منحس عاوز ضرب الفرقلة علشان يستقيم. يعني الناس في كده وفي كده. وقال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا. على كلمة على دي فيها معنى التعليل، كلمة على فيها معنى التعليل. في قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، لغاية لما نيجي في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكبروا الله على ما هداكم أي لتكبروا الله بسبب هدايته لكم. فعلى هنا فيها معنى السبب. فقوله كانوا يضربوننا على الشهادة أي بسبب الشهادة، بسبب الشهادة. فعلى هنا ليست اسما يدل على الفوقية، وإنما هي أداة وفيها معنى السبب. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. قلت وهذا لفظ البخاري، والمقصود بذلك تدريبهم، المقصود بذلك تدريبهم حتى يستقر حالهم، وتمرينهم حتى يتهيأوا لما هو أولى وأعظم. وهذا من فقه السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. نكتفي بهذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم. هذا الباب فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، مع أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، اللي هو مين؟ حديث إيه؟ الأشيمط، أحسنت، أيوة تمام، والعائد المستكبر. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.